السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا الموقع التالت، نزلنا موقع لعملة الليتكوين والأثيريوم والبيتكوين. ده يا شباب الموقع التالت لينا بعملة البيتكوين. تمام يا شباب، قبليه في موقعين ممكن تشاهدوا الفيديوهات بتاعتهم. دي تعتبر سلسلة كده لربح العملات الرقمية على محفظة الفوست هوب. تمام يا شباب، هنخش على الفوست هوب يا شباب وندوس على كلمة ديبوزيت. ديت هنلاقي جميع المحافظ فيها يا شباب اهو. هناخد عنوان محفظة البيتكوين كوبي، وهنخش على الموقع كده يا شباب وهنحط العنوان هنا. طبعا هنا بيقول لك الربح لحد 100 ساتوشي في كل مطالبه، مفيش وقت معين ولا في اي حاجه، ممكن تكررها على طول ونفس الطريقه. بعد كده يا شباب بندوس هنا لودينج، بعد كده بندوس تاني على كلمه ديت، بنرتب له الاربع كلمات اللي فوق دولت. زي ما قلنا لو محدش عارف لغه اجنبيه بياخد اول حرفين سي او اهو. تمام، بعد كده بياخد برضو الكلمه الاولانيه ار اي ام، ار اي ام اهو. بعد كده بي اي اهو، بي اي. وبعد كده الرقم الرابع اهو. بعد كده بنحل الكباتشا يا شباب عادي خالص. بعد كده بنعمل فيو مطالبه، هيحولنا على كباتشا لمده 7 ثواني برضو يا شباب اهو. هندوس على الكلمه الزرقاء ديت، ما بنستناش كباتشا ولا حاجه، بيحولنا على طول زي ما انتم شايفين كده على 7 ثواني. بعد 7 ثواني على طول بندوس على الكلمه الخضراء ديت جوت لينك، بنطلب على طول بيدينا المطالبه بتاعتنا. هنا بيقول لي حصلت على 7 ساتوشي، واقدر اكرر العمليه ديت على طول على طول، مش هتاخد معايا حاجه، بس احنا الشرع بياخد وقت شويه. بس هو ايه، هنخش على الفوست هوب يا شباب ونيجي على الكلمه اللي فوق ديت. طبعا انا هنا هتلاقوا ال 7 ساتوشي اهم يا شباب. كده الموقع زي ما انتم شايفين صادق. هنا في حاجه يا شباب، الموقع ده الموقع العمله دي انا لسه منزل لها امبارح فيديو على القناه التانيه، يعني موقع جميل جدا بيدينا لحد 3 من العملة ديت. يعني اشتغلت عليه شوية زي ما انتم شايفين كده، انا كان عندي 100 جمعت منه 200 من العملة ديت. تمام، فياريت تخش على القناة وتشتغل على الموقع ده، ممتاز جدا برضو جنب ال3 مواقع اللي احنا نزلناهم. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر إن شاء الله. سلام يا شباب.